السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم مرة أخرى عندي في القناة. اليوم فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم طريقة تحضير فلون بالشوكولا أو تحلية بالشوكولا اللي كيجي رائع في المذاق وكيجي كريمي. تابعوا معايا المقادير والطريقة. المقادير غادي نحتاجو نصف لتر من الحليب، نصف لتر من لاكريم شونتي. بالنسبة لاكريم شونتي أنا غادي نستعمل هنايا السائلة، إلا كانت عندكم بودرة كذلك تقدروا تستعملوها. غادي تضيفوا معها نصف لتر من الحليب. هنايا أنا عندي هاد لاكريم شونتي، من كتكون سائلة ضروري ما نشوفو واش مكتوب فيها تستعمل في الوصفات الباردة فقط ولا الوصفات الساخنة والباردة. هنايا عندي هذه اللي كتستعمل فيهم بزوج، لان الا استعملنا هذيك اللي كتستعمل غير في الوصفات البارده غادي تضيق لنا، غادي تبقى تقطع لكم، يعني ما غاديش تصدق في التحليه. ضروري ما تشوفوا هذه اللي تكون تستعمل فيهم بزوج. عندي هنايا 200 غرام ديال الشوكولا بيور، الشوكولا السوداء، وعندي زوج ساشيات نتاع الفلون نتاع الشوكولا حتى هما. وهنايا عندنا ملعقه كبيره من السكر. بالنسبه للسكر نقدروا نستغناو عليه في هذه الوصفه هذه، لان كنستعملو كنخلط فيه الفلون باش ما يتكور ليش من نضيفه على الحليب. على داكشي كندير هذه الملعقه نتاع السكر غير باش نخلط فيها الفلون ديالي. اول حاجه غادي ندير الماء سخون باش غادي ندير الشكلاط ديالي في الباماري. غادي نقطع قطع صغيره وغادي ندير فيه واحد الملعقه ديال الزيت، وغادي نديره يذوب في الماء حتى يذوب تماما. غادي نخليه حتى يذوب، عاد نضيف عليه باقي العناصر. هي من بعد ما ذابت الشوكولا مزيان غادي نبدا نضيف عليها الكريم شونتيي غير بالتدريج غير بالشويه وانا كنحرك وهي مازال في الباماري او حمام الماء باش ديك الشوكولا ما تحجرناش. خليوها عاد مازال في داك الباماري حتى تنسجم مع لاكريم. وكنبقاو مستمرين في التحريك. هنايا فاش كنشوفو الشوكولا انها انسجمت مع الكريمه ورجعت لنا سائله كيف ما كتشوفو، كنحيدها من الباماري وغادي نديرها مباشره على النار، وكنضيف عليها الباقي نتاع الكريم والحليب حتى هو. كنخلطوهم مزيان حتى كينسجموا لي، عاد كنضيف عليهم الفلون. هنايا بالنسبه للفلون كيف ما سبق قلت لكم، غادي ناخذ الفلون غادي نديره في هاد السكر اللي درت هنايا، ديك الملعقه نتاع السكر على هذا الشكل. هاد الطريقه كتخليه ما كيتكورناش في الحليب، كتسهل علينا باش نبقاو عاد كنصفيوه من بعد وكنبقاو كنقلبو ونعاودو فيه باش يتحلو لنا دوك الكويرات. هكا هاد السكر كيخليه خشن وكينسجم في السماء السوائل اللي عندنا. وكنضيف الفلون على الحليب ديالنا، كنحركو مزيان ونخليوه حتى كيطبخ. وهنا
هنايا الفلون ديالي ها هو بدا كيفور، صافي غادي نطفي عليه، غادي نحيده من النار. كيف ما كتشوفوا راه بدا كيفور، يعني صافي كتشوفوا ديك الكشكوشه كتبدي تطلع الفوق. صافي نطفيو عليه، كناخذ واحد المغرف وغادي نبقى ندير في الغريفيات ديالي. كيف ما كتشوفوا القوام ديالو كيجي رائع، كيف ما كتشوفوا كيكون كريمي، كيجي شويه ثقيل بديك لا كريم شونتيي، ماشي كما من كنديروه غير بالحليب. وغادي نوزع على الانيات ديالي. وحتى بالنسبه للحبيبات شوفوا كاع ما كيديرش، ملي كنخلط الفلون مع السكر ما كيتحببليش، كيجي متجانس الخليط دياله. على داكشي كندير دائما فيه داك السكر باش ما يأذبنيش وما نضطرش نصفيه، غير هكا كيجي متجانس. وغادي نعمر الغريفيات ديالي على هذا الشكل هذا. المهم كيبقى لكم نتوما الاختيار كما بغيتو نتوما، الانيه اللي بغيتو ديروا فيها ولا في شي مول ولا اللي عجبكم. المهم انا غادي نستمر، غادي ندير لهم كاع نعمر الغريفيات اللي عندي، وغادي نخليهم الاول ياخذوا الحراره ديال المطبخ، وغادي ندخلهم للثلاجه حتى يبردوا ويشدوا القوام ديالهم. بعد ما كتبرد التحليه ديالنا كنخرجوها من الثلاجه، كناخذوا واحد الكيغدون كنثقبوها هكا في الوسط على هذا الشكل هذا، باش من نحطوها في طبق التقديم ديالنا ما كتلصقناش، بحال كيخرج من هذاك النفس وكتنزل لنا بسهوله. كناخذوا طبق التقديم وكنديروا لها على هذا الشكل هكا وكنقلبوا، كنحاولوا نقادوا التبصيل باش تجينا في الوسط، وهي كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نمر للتزيين ديالها. بالنسبه للتزيين كيبقى دائما على حسب الرغبه، كل واحد وشنو متوفر عنده وشنو باغي يدير. انا غادي ناخذ هنايا ورقه نتاع النعناع، هذوك اللي كيكونوا الفوق كيف ما كتشوفوا كيكونوا صغيرين، كيكونوا على هذا الشكل على شكل وريده. غادي ناخذها نحطها في الوسط ديالها على هذا الشكل هذا. وغادي ناخذ الفرنفواز وغادي نزين به على هذا الشكل هذا من الجوانب نتاع داك النعناع. بالنسبه للجوانب غادي ناخذ نوكاتين وغادي نزين بها الاطراف ديال التحليه ديالنا الجوانب على هذا الشكل هذا. كتجي رائعه في الشكل ديالها وحتى المذاق، كنقدموها كديسير. هذا هو الشكل النهائي نتاع التحليه اللي حضرتها معكم اليوم، كتجي رائعه كيف ما شفتوا معايا في اول الفيديو. شي حبات اللي زينتهم بالفرامبواز والنعناع، وهذه اللي زينتها بالنوغاتين، وهذاك الشكلاط داك الوريضه ديال الشكلاط، وكتجي رائعه في المذاق وسهله في التحضير. هكا نقدموها للضيوف ديالنا ولا لينا، هكا كتقدم في اطباق فرديين ولا هكا في طبق كبير، كتجي رائعه في المذاق وكتجي كريميه من الداخل. غادي نحلها معكم تشوفوها كي كتجي، شوف كي كتجي من الداخل، ما كتجيش كيما الفلون، كتجي هي كريميه يعني مع داك الاخر الكريم شونتيه هي اللي كتعطيها هذا القوام هذا. وحتى داك الشوكولا كيعطيها واحد المذاق رائع. نتمنى هاد التحليه هذه تنال اعجابكم، الا عجبتكم اكيد ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.